الله وبركاته. ازيكم يا كي جيواني؟ وحشيني جدا، يا رب تكونوا بخير وفي افضل صحه واحسن حال دايما. حرفنا النهارده هو حرف جميل جدا، اسمه حرف الجيم. حرفنا النهارده اسمه حرف الجيم، وحرف الجيم صوته ج ج. حرف الجيم صوته ج ج. يلا بينا نتعرف على أشكال حرف الجيم. حرف الجيم ليه شكلين، شكله هو واقف لوحده منفصل، وشكله هو فارد إيده ماسك إيد أصحابه متصل. حرف الجيم شكله الأولاني هو منفصل، سنة صغيرة فوق السطر، أو سنة أو شرطة طايرة فوق السطر، ليها بطن كبيرة تحت السطر وجواها نقطة. تاني شكله هو منفصل، شرطة طايرة فوق السطر، ليها بطن كبيرة تحت السطر وجواها نقطة. أما شكله التاني وهو متصل، سنة صغيرة أو شرطة صغيرة فوق السطر، فرد ايديها على السطر ماسكة في ايد أصحابها وتحتيها نقطة. يلا بينا دلوقتي نتعرف على حرف الجيم مع الأصوات القصيرة. حرف الجيم مع الأصوات القصيرة: ج فتحة ج، جيم فتحة ج، جيم ضمة جو، جيم ضمة جو، جيم كسرة جي، جيم كسرة جي، جيم سكون ش، جيم سكون ج، ج جو جي ج. يلا بينا دلوقتي يا حلوين نتعرف على كلمات حرف الجيم. جمل، جيم جمل، جيم جزر، جيم جزر، جيم جبن، جيم جبن، جيم جسر، جيم جسر، جيم جندي. تاني: جمل، جزر، جبن، جسر، جندي. جيم فتحة ج جمل، جيم فتحة ج جمل، جيم ضمة جو جبن، جيم ضمة جو جبن، جيم كسرة جي جسر، جيم كسرة جي جسر. يبقى النهاردة عرفنا خدنا حرف ايه؟ احنا اخدنا النهاردة حرف الجيم، صوته ج، صوته ج. طريقة كتابته: شرطة طايرة فوق السطر، ليها بطن كبيرة تحت السطر، جواه بطنها نقطة. كلمات حرف الجيم: جبن، جمل، جزر، جسر، جندي. وبكده حلوين نكون خلصنا حرف الجيم، وبأشوفكم بإذن الله في حرف جديد. إلى اللقاء يا حلوين.